السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في راديو البهجة. سوف نقدم لكم مواضيع مختلفة لاستضافة فئات مختلفة من المجتمع المدرسي والمحلي. وقتا ممتعا نتمناه لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذة هند المعولي، معلمة لغة إنجليزية بمدرسة بهجة العلم للتعليم الأساسي. سأحدثكم اليوم عن مواصفات الصف الافتراضي المثالي اللي هي الحصة المتزامنة، وكيف نحكم على الحصة المتزامنة أنها حصة متزامنة مثالية. أولا، يجب أن نهيئ للطالب مكان مناسب وهادئ لحضور الحصة المتزامنة. ثانيا، يجب على الطالب دخول الحصة في الوقت المحدد أو قبل الوقت بخمس دقائق. ثالثا، يجب على الطالب عدم فتح الميكروفون والكاميرا بدون إذن، ينتظر إذن من المعلمة، أو عندما تسأل المعلمة سؤال وتطلب من الطالب الإجابة وتحدد الطالب باسمه يفتح المايك ويتحدث ويجيب. رابعا، يجب على الطالب احترام زملائه. كيف نحترم زملائنا؟ إتاحة الفرصة للآخرين في الإجابة. المعلمة مثلا سأل الطالب باسمه وفتح الميكروفون للإجابة، يجب على الطلاب الآخرين بإغلاق الميكروفون وعدم مقاطعة الطالب وإعطائه فرصة للإجابة. وكذلك ما ننسى، يجب على الطالب أن يحضر للحصة المتزامنة تحضير مسبق، ويعد كل ما يحتاجه لتلك الحصة من أدوات، من دفتر، من أقلام وغيرها. وأخيرا، يجب على الطالب عدم مغادرة الحصة قبل انتهائها وقبل أن تطلب منهم المعلمة الخروج من هذه الحصة. وفي الختام، أود أن أقول أن المعلم والطالب يلعبان دورا مهما لجعل الحصة المتزامنة حصة متزامنة مثالية. جزيل الشكر والتقدير للأستاذة الفاضلة هند المعولية على تقديم حلقة اليوم، ونلتقي إن شاء الله في لقاء آخر.